كبيره. دوزنا التقديم امام السيد وكيل الملك، الامور دازت في جو مزيان بزاف، تم الاستماع للاطراف، اكدنا الشكايه ديالنا، حنا كننتظروا القرار ديال السيد وكيل الملك في هذا الموضوع هذا. لا بخصوص الشكايه ديال التشهير والسب وهذا، كننتظروا القرار ديال السيد وكيل الملك بخصوص الشكايه ديال هاد الناس هادو. جينا اليوم كما تتعرفوا جميع بان الصحفيه فرح الباز تعرضت لواحد هجوم من طرف المدعو ابو عمار، وتقدمات هي والفنان طرب المزودي احمد مرنيش بشكايه في هذا الخصوص اللي هي تتهم القذف والسب والتشهير بها باعتبارها مراه. ومن بعد الاحاله ديال الشكايه على السيد وكيل الملك، اليوم حضرنا التقديم اللي تم الاستماع للطرف المشتكي وتم الاستماع كذلك للطرف المشتكى به، وحنا خرجنا تنتسناو القرار ديال النيابه العامه اللي هي اللي عندها السلطه الكامله تاخذ القرار بناء على المحاضر وبناء على السلطه اللي خول ليها القانون ديال الملائمه في هذا الشق. ما زدنا حتى شي حاجه من عندنا، الفيديوهات راه كاينين وكل شيء، داك الشيء راه في المحكمه، حنا ما غاديش نظلموه، ربي حرم الظلم على نفسه وجعل بيننا محرمه، ما نقدروش حنا ورمضان هذا وشعبان وحنا مسلمين وحنا خوت، حنا عيب علينا الا زدنا عليه شي حاجه ولا ظلمنا حتى شي حاجه، ولكن قانون البلاد كل واحد الله يعاونو. اش غنقول لك، حنا راه ما جيناش ما عندناش الوقيته بعدا نبقى نطلعوا من الدار بيضا نهودوا، عندنا شغلنا. محاولات الصلح الله يجازيك بخير، حنا ماشي الدراري الصغار، محاولات الصلح انا الا غلطت في حقك خصني ندير واحد الاعتذار ولا نجيب بوصلك راسك، الا عرفت انا عندي الغلط اش فيها، حنا راه مسلمين ماشي حنا ولاد الناس اللي حنا روسنا قاسحين ولا سميتو، حنا راه في دوله الحق والقانون ولاد العائلات ولاد والمسامح كريم، ولكن ملي ما كتشوف ما كاين لا طال شيء الاعتذار ما كاين والو، حنا خلينا داك الشيء العداله. انتم راه هنا ماشي يكون غير بعدا مشينا لشي بلاصه اخرى، ما نمشي نمشيو للسفي ولا نمشيو للجديده ونقول كناس فاس بلاصه الفنانه، كل واحد الله يجزيك بخير. شوف السلام عليك، كيعطيني السنغرس اللي رامز وندري لك راه ورقيس العيب، سنت وناني صدق قرنتين تيكميل المخزن، سنت ولا كيف تندار المخزن وري رياض يسكر العنف وري رياض ديك يطزي، ما يسرى تفتو دي خلاك لا تعديس دار المخزن. انا كوني هاتي الله يجازيك بخير، نلقى كرام الدن اللي سوري خصها بجود الحالات هذا كيس نطار، اشكون قال الفنانين كاي قالت تيكمي كاي قالت العائله المغاربه انا خصها طنجر الكويره ويلي لاني نغبر، ما يمكنش لينا شي حاجه باش الناس يمون نخيرها، لا لا الله يجزيكم بخير. غير دابا كانوا وصين الناس والله العظيم جوج حوايج، اللسان واليدين، الانسان اللي عنده شي حاجه يسد فمه، راه كاين القاضي في البلاد اللي غيدير شي حاجه بيديه يشد يده، راه كاين المخزن، جوج حوايج الانسان يتحكم في اللسان ديالو يديه. السلام عليكم، حنا ما نظلموا حتى حد وما نتعداو على حد، واش حنا دابا الله يجازيك بخير، حنا دابا اللي كنطلعوا من كازا، علاش طلع من كازا الافريات والطريق والوطيل والحديد والوتوروت، ما حنا شيطانين الوقت، راه كل واحد عنده الظروف ديالو الله يحسن العوان، كنضربوا الطرقان وعندنا وليداتنا خليناهم وعندنا المشاكل ديالنا الله يحسن العوان كل واحد، وكنشكركم جميعا بارك الله عليكم، هذا الشيء راه خليناه للقضاء وعندنا الثقه الكامله في النيابه العامه ولا كلهم الله يجازيهم بخير وتبارك الله عليكم.